السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين المشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضعنا في النظام القانوني للتاجر، وسنعرض في حصتنا هذه موضوع يتعلق دائما مرتبط بصفة التاجر، وهو الالتزام بدفع وجيبة الكراء، لكن هذا الالتزام هو مرتبط بالتزامات المسير الحر، والذي يترتب عن آثار التسيير الحر بالنسبة أو بالنسبة للغير. ويكون هذا الالتزام بدفع وجيبة الكراء، قلنا هو كي ترتب على آثار عقدية تسعير الحر، فإذا كان العقد ديال تسعير الحر قام صحيح ومستوفي لجميع الشروط، فإنه يترتب عليه جملة من الآثار، وهذه الآثار الأخيرة هي فلا تقتصر فقط على طرفيه، بل تتعداهم حتى بالنسبة للأغيار. فنجد آثار عقد التسيير الحر بالنسبة للطرفين، وآثار أخرى ديال عقد التسيير بالنسبة للغير، وخاصة فيما يتعلق بآثار عقد التسيير الحر بالنسبة للغير، كنوجدو التزامات مالك الأصل التجاري بما فيها الالتزام بتسليم الأصل التجاري، وأيضا الالتزام بالضمان. كذلك نجد بالتزامات المسير الحر، نجد التزام بدفع وجيبة الكراء، وأيضا الالتزام باستغلال الأصل وما أعد له. وبهذا كنكون في التزامات المسير الحر. فهذا الموضوع ديال اليوم ديالنا ديال الحصة هو المتعلق بالتزام بدفع وجيبة الكراء، وهذه الوجيبة الكراء هي اللي ذكرنا أن عقد التسيير الحر هو بمثابة عقد كراء، وعقد الكراء طبقا لمقتضيات الفصل 627 من قانون التزامات العقود، هو عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها لها، ويتم تحديد الأجرة بمطلق الحرية بين المكري والمسير الحر، وهذه الأجرة التي قد تكون عبارة عن مبلغ معين يدفع شهريا أو سنويا، أو يكون نسبة من الأرباح، أو بمبلغ معين مضاف إليه نسبة من الأرباح. ويلتزم المسير الحر بدفع وجيبة الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلاً، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحل. فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره أجلاً، التزم المسير الحر المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع. ويصوغ اشتراط دفع الكراء مقدما، وهذا يظهر في الفصل 664 من قانون التزامات العقود، ويعتبر الالتزام بدفع وجبة الكراء التزاما جوهريا يعطي للمكري الحق في فسخ عقد التسيير الحر مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الحال، وذلك في حالة انحلال المسير الحر بالتزامه بأداء هذه الوجيبة التي حل أجل أدائها، ويظهر هذا في الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود. إذا بصفة عامة قلنا أنه بالرجوع للمقتضيات ديال الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود، كنوجدو كينص على ما يلي، أنه وكيتحمل المكتري
التزامنين بالتزامين أساسيين، إذن يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين، أن يدفع الكراء وأيضا أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا للإعداد الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد. فالمسير الحر واعتمادا على حرفية هذا على حرفيته وبالنظر لتواجد علاقات تعاقدية تربطه مع المكري يعني مالك الأصل، فهو ملزم بدفع وجيبة الكراء، كما أنه ملزم باستغلال الأصل استغلالا يحافظ عليه. إذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وإذا المشتركين الحاليين ومشتركين المحتملين الجدد، ويمكنكم الرجوع إلى قناة يوتيوب جعفر تياضري دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.